أهلا بكم مشاهدين الكرام، هذه نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين: رئيس الدولة يمنح محمد بن راشد ومنصور بن زايد وسام زايد تقديرا لجهودهما في نجاح تنظيم كوب 28. محمد الشرقي يلتقي مدير عام اتصالات ويؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات. حمدان بن محمد يشهد محاضرة حول الدور التاريخي للمدن في بناء الحضارات ودفع مسيرة التقدم الإنساني. وزير الاقتصاد يتوقع نموا بنسبة 5% للاقتصاد الوطني في عام 2024. بيت الفلسفة في الفجيرة ينظم حلقة نقاشية بعنوان الترجمة الفلسفية، الحوار مع الآخر. وفي نشرتنا أيضا: زيلينسكي في البلقان بحثا عن دعم في مواجهة موسكو. إلى التفاصيل، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسام زايد، وذلك تقديرا لدور سموهما المحوري في إنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والذي استضافته مؤخرا دولة الإمارات. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسام زايد، وذلك تقديرا لدور سموهما المحوري في إنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي استضافته مؤخرا دولة الإمارات. وتقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المؤتمر، منح سموه وسام الاتحاد كل من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لكوب 28، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس كوب 28، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجية. وكرم سموه فريق المفاوضين الإماراتيين في كوب 28 بجانب أعضاء مكتب رئاسة المؤتمر بمنحهم أوسمة الزايد الثاني من الطبقة الأولى. من جهة أخرى، منح صاحب سمو رئيس الدولة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسام الاتحاد تقديرا للجهود التي بذلتها ودورها في إنجاح استضافة دولة الإمارات إكسبو دبي 2020. وهنأ صاحب سمو رئيس الدولة جميع فرق العمل بنجاح المؤتمر مشيدا بدورهم في تنظيمه وخروجه بصورة مشرفة تجسد مكانة الدولة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية بجانب التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي شكل نقطة تحول جذرية في العمل المناخي العالمي. وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه النماذج من أبناء الوطن وما أظهروه من إمكانات ومهارات تنظيمية وتفاوضية تطلبت معرفة شاملة ووعيا في مجالات متخصصة في مقدمتها الدبلوماسية والقانونية ذات الصلة وسياسات المناخ والعمل تحت ضغط جداول زمنية مكثفة والتواصل بوضوح وحكمة مع مختلف الثقافات لتقريب وجهات النظر بين مواقف الأطراف المتباينة، ما أسهم في التوصل إلى
إجماع في القرارات والمخرجات بين آراء الأطراف 198. وفي ختام مراسم التكريم التقطت لصاحب سمو رئيس الدولة الصور التذكارية مع جميع فئات المكرمين وفرق عمل مؤتمر COP28. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله في مكتبه بالديوان الأميري. سعادة عبد العزيز تريم مدير عام اتصالات في الإمارات الشمالية، وطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين اتصالات ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وأهدافها التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها المؤسسة وفق معايير عالية الجودة والكفاءة. وأكد سموه أهمية بناء وتنظيم الشراكات بين مختلف المؤسسات ودورها الهام في دعم العمل الحكومي ومستوى الخدمات، مشيرا إلى حرص حكومة الفجيرة على تعزيز التعاون مع الشركات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، عبر تبني أفضل الممارسات وأكثرها تقدما وتكاملا مع رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وثمن سموه أهداف العمل الاستراتيجي بين اتصالات ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على مختلف الأصعدة بما يسهم في دعم منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتطوير جودتها ودعم ركائز النمو المجتمعي والاقتصادي في الإمارة للوصول به إلى أعلى المستويات. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي محاضرة حول الدورة التاريخي للمدن وإسهامها في دفع مسيرة التقدم والتطور الإنساني والدور المهم الذي طلعت به المدن في منطقة الشرق الأوسط في هذا الخصوص، لا سيما على صعيد الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية، وذلك في مجلس زعبيل بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. وقدم المحاضرة الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور روي كاساغراندا أستاذ الدراسات الحكومية والعلوم السياسية في كلية أوستن المجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضرها جمع من أعيان البلاد والوزراء وكبار الشخصيات. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي خافير بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ، ومعالي كارلوس بينتو بيريرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي خافيير بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ علاقات التعاون وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وتناول الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين البلدين وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور في القطاعات كافة. كما بحث سموه وبيتل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لا سيما الإنسانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي خافيير بيتل، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع بين البلدين، معربا عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستويات التعاون المشترك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي كارلوس بينتو بيريرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كارلوس بينتو بيريرا، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية غينيا بيساو بما يعود بالخير والتنمية على البلدين وشعبيهما. من جانبه أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة. الإمارات والأرجنتين علاقات ممتدة لخمسين عاما في مختلف المجالات. انطلاقا من سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات في علاقاتها مع دول العالم،
شهدت العلاقات بين الإمارات والأرجنتين خلال 50 عاماً الماضية نمواً وتطوراً على مختلف الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، عززها التبادل الاستثماري والتجاري والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إذ ساهمت اللقاءات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين في دفع الروابط الثنائية إلى الأمام، ما يعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتطوير علاقاتهما المشتركة وتحقيق مكاسب متبادلة. لما لدولة الإمارات من موقع فاعل ومؤثر على المستوى العالمي، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، بوصفها مركزاً مالياً هاماً وحلقة وصل بين مختلف دول العالم. فقد كان النمو والتوسع عاملان أساسيان طبعا العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي حقق ارتفاعاً كبيراً إلى 453 مليون دولار عام 2003، وتوفير كافة الدعائم لتعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات عبر إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت القطاعات الاقتصادية والقنصلية والتكنولوجية، خاصة في مجال سلامة الأغذية والتعاون في مجال الأمن السيبراني وتجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات الضريبية وتعزيز التعاون اللوجستي وتطوير البنية التحتية وتفعيل الصناديق الاستثمارية الإماراتية. ويمضي تعزيز العلاقات بين البلدين قدماً في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ما يمهد الطريق لمرحلة مستقبلية من مواصلة العمل في المجالات كافة وتحقيق الازدهار. تعكس استضافة المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، كما أنها تتويج للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات. تعكس جلسات ونقاشات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية مواصلة الجهود الرامية لدعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف وتحفيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي. إذ شهد المؤتمر الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد تنظيم الخدمات المحلية حيز تنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة، حيث تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة، ما يعد خطوة نحو تبسيط اللوائح وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو. الاجتماع يعني كان جدا اجتماع ناجح، مواضيع مهمة والتي تدعم التجارة الدولية وما لها من أهمية في تنمية الاقتصاد، خاصة مع الأوضاع الجيوسياسية المختلفة، وأن أهمية أن تكون للتجارة دور في تنمية الاقتصاد. فمن المواضيع التي سيتم مناقشتها موضوع دعم اتفاقية مصادر الأسماك والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار. مرة أخرى نكرر التهاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه الاستضافة، ونشكرهم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. هناك قرارات صادرة وتم التصويت عليها من قبل الأعضاء في المنظمة. العراق كان بصفة مراقب. جولة المفاوضات القادمة خلال 3 أشهر إن شاء الله سنكون مستعدين لدخول هذه الجولة وحريصين على التزام بالتوقيتات لانضمام منظمة التجارة العالمية. تنظيم عالي ومميز من قبل دولة الإمارات، وهذا عهدنا بها، كان تنظيم عالي ومميز وإيجابي ورسالة مهمة إلى كل دول العالم بأهمية انضمام منظمة التجارة العالمية وتشكيل ورؤية جديدة للاقتصاد والتجارة العالمية وفق التحديات الحالية. تتطلع جلسات ونقاشات هذا الحدث العالمي المهم الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي إلى صياغة رؤية مشتركة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجارة العالمية من أجل اقتصاد عالمي متنام ومتنوع ومزدهر. التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بكل من سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي عباس علي أبادي وزير الصناعة والمعادن والتجارة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية الفرنسية، ومعالي سيمون كوفيني وزير التجارة والمشاريع الإيرلندية،
جاء ذلك خلال مشاركة معالي عبد الله بن طوق في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 حتى 29 من فبراير الجاري بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها. توقع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% في العام الجاري 2024، مؤكدا أن مواصلة النمو تعطي مؤشرا واضحا على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة. بتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسة اللي وضعت والاقتصاد ومرونة الاقتصاد والقوانين والتشريعات تعدلت، نمى اقتصادنا الوطني في 2022 7.9%. توقعات البنك الدولي والمنظمات الدولية لنمو الاقتصاد دولة الإمارات بين 4 و5% في عام 2024، وأعتقد هذا أيضا كذلك يعطي مؤشر نمو عالي أعلى عن الدول مقارنة بالدول المتقدمة بمقارنة بالدول الأوروبية، فيعتبر دولة الإمارات ماشية على نهج واضح في عملية تنمية اقتصادها. أصبح تقريبا 73% من اقتصاد الوطني غير نفطي، وهذه لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات نوصل لهذه النسبة 73%، ويعتبر هذه هي خطتنا في عملية تنويع الاقتصاد واستدامته في السنوات القادمة. هدفنا من هذه القمة إن نحن اليوم نستقطب الاستثمارات الاقتصادية في الاستثمار في الاقتصادات الجديدة. هدف رئيسي في عملية توقيع اتفاقيات وصفقات، عندنا تقريبا يقارب 20 اتفاقية بتتوقع خلال اليومين القادمين، وعندنا مشاركة أكثر من 7 وزراء من جميع أنحاء العالم، وعندنا أيضا كذلك اليوم حوارات حول المتغيرات العالمية الاقتصادية، التوجه العالمي في الاقتصاد الجديد، توجه الاقتصادات الناشئة، وكذلك إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل اللي أطلقناها العام الماضي. حنطلق الجولة الثانية لهذا العام، وهو مبادرة تحدد فيها الشركات 100 المستقبلية في دولة الإمارات. مشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. الحرس الوطني ينقذ طاقم قارب تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة. أهلا بكم من جديد. نظم بيت الفلسفة بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حلقة بعنوان الترجمة الفلسفية الحوار مع الآخر، وذلك في مقر بيت الفلسفة بالفجيرة. تحت شعار الترجمة الفلسفية الحوار مع الآخر، نظم بيت الفلسفة بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حلقة مميزة لتعريف الجمهور بأهمية الوعي الذاتي لمناقشة الأفكار المترجمة واتخاذ موقف نقدي منها، وذلك في مقر بيت الفلسفة بالفجيرة. تطرقت جلسة الحلقة إلى الترجمة بوصفها انتقالا من الوعي الذاتي إلى الوعي بالآخر، وأن الترجمة تتيح لنا أن نخرج من قوقعتنا الذاتية لنتعرف إلى الآخر من خلال التعرف إلى أفكاره ومفاهيمه، ومن ثم العودة إلى الوعي الذاتي. من جهته تناول الدكتور عبد السلام بن عبد العالي المترجم والأكاديمي المغربي تجربته، موضحا أن الترجمة ليست نقلا من لغة إلى أخرى فحسب، وإنما عمل إبداعي، إذ توكل المترجم مهمة إبداعية جليلة تتمثل في اشتقاق المصطلحات وتطويع اللغة وغيرها من الجوانب الإبداعية. واستعرضت الحلقة في جلستها تجارب خاصة لعدد من خبراء الترجمة، فيما أكد المشاركون ضرورة الإعداد إلى ندوات أخرى مماثلة بالنظر إلى الأهمية التي تنطوي عليها. أنقذ الحرس الوطني مجموعة حرس السواحل طاقم قارب خشبي لانج مكونا من 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية تعرض قاربهم للغرق في المياه الاقتصادية للدولة بسبب سوء الأحوال الجمائية، وتمكنت مجموعة حرس السواحل من تحديد موقع القارب وإنقاذ أفراد الطاقم وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية وهم بحالة صحية مستقرة.
الهلال الأحمر يختتم حملة كسوة الشتاء لمتضرري موجة البرد في مرتفعات حضرموت. اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حملتها لتقديم المساعدات والتخفيف من آثار موجة البرد القارسة على السكان في مرتفعات محافظة حضرموت في اليمن في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل والعطاء الإنساني. واستفاد من الحملة التي استمرت عدة أسابيع 6612 طالبا وطالبة ممن يقطنون في المناطق النائية والجبلية بمرتفعات حضرموت، وذلك بعد تحديد المناطق وتقييم الاحتياجات الفعلية للمتضررين. وفي إطار الحملة شارك الفريق الطبي للعيادة الطبية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر بتوفير الرعاية الطبية الأساسية وتقديم التوعية والدعم النفسي للطلاب للتخفيف من آثار التوتر والضغوط النفسية التي يمكن أن يعانوا منها في هذه الظروف القاسية. وعبر العديد من الأهالي والمعلمين والطلاب من أبناء المنطقة عن امتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها لمساندة المتضررين من موجة البرد والظروف الجوية التي تؤثر على المحافظة خلال فصل الشتاء، والتي تتضمن انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن المساعدات الإغاثية وصلتهم في الوقت المناسب وأسهمت في تخفيف معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة تداعيات وآثار الموجة الباردة. بحث وفد وكالة أنباء الإمارات برئاسة سعادة محمد جلال الرئيس مدير عام الوكالة آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا وسبل تعزيز التبادل الإخباري الثنائي. بهدف تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي، بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات واما برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا. وشملت المباحثات توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل إخباري بين واما وكل من صحيفة ذا نيو تايمز ومؤسسة اي جي اي اتش اي الإعلامية والوكالة الأفريقية للأنباء أنا وإذاعة رويال اف ام التابعة لجامعة مونت كيغالي. وزار وفد الوكالة الهيئة الرواندية للبث جامعتي مونت كيغالي ورواندا والتقى المعنيين في كليات الإعلام التابعة لهما. وبحث الوفد خلال هذه الزيارات فرص تطوير التعاون والعلاقات الإعلامية الثنائية والتبادل المعرفي والثقافي وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب بين واما وتلك المؤسسات. ووجه وفد واما دعوات للجهات التي زارها للمشاركة في الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيعقد في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، والذي يوفر منصة عالمية للمؤسسات المعنية والشركات والجهات ذات العلاقة والمتخصصين في المجال لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في المجال الإعلامي على المستوى العالمي. وأكد سعادة محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات وام على بناء شراكات فاعلة في مجال العمل الإخباري والإعلامي مع المؤسسات المعنية في دول العالم كافة، وإقامة شبكة من العلاقات الدولية البناءة والمثمرة التي تدعم حضورها على الساحة الإقليمية والدولية كأحد المصادر الموثوقة والمراجع الإخبارية المرموقة. انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح للجنة لجنة الإيمان والمجتمع المدني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذي ينظمه منتدى أبوظبي للسلم في العاصمة أبوظبي تحت شعار ما وراء القيم نحو دمج الفضائل في الذكاء الاصطناعي. في إطار تعزيز قيم السلم العالمي وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن، يواصل منتدى أبوظبي للسلم مشروعه الإنساني وتوسيع الشراكات وعقد التحالفات مع محبي الخير وصناع السلام في العالم. ويأتي اللقاء التشاوري الأول للجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي في سياق تجسيد منتدى أبوظبي للسلم لرؤية دولة الإمارات من خلال الانخراط في الاهتمام العالمي حول الحاجة إلى الربط بين التطور العلمي والأطر الإخلاقية التي تعلي من مكانة الإنسان وتصون كرامته وتحمي حياته. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مشروع كبير جدا، اليوم نتحدث عن أخلاقيات مهم يحتاج أنها ندمجها في الذكاء الاصطناعي، مثل مفهوم السلام، مثل مفهوم الرحمة، مثل مفهوم الإيجابية، مثل مفهوم التفاؤل، مثل مفهوم العدل. اليوم يجتمع عدد كبير من الخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويجتمع كذلك في علماء الأخلاق لبحث هذه المسألة، لبحث كيفية يمكن أن ندمج هذه الأخلاق في الذكاء الاصطناعي. ضروري
نعزز المحتوى العلمي الآمن الديني والاجتماعي والنفسي، وصول المعلومة الصحيحة للطلاب ووصول المعلومة الصحيحة لكل الباحثين. نعزز الذكاء الاصطناعي بمحتوى آمن، محتوى سليم، محتوى ديني صحيح. المحافظة على القيم الأصيلة والمبادئ السامية والانفتاح على إيجابيات العصر من تقدم وحضارة إنسانية جهود تؤكد مساعي دولة الإمارات الدائمة لبناء الإطار الإخلاقي الذي يضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها، تمهد الطريق لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير وعالم أكثر تسامحا وسلما. شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة اليوم بحضور معالي الدكتور أحمد بن هول الفلاسي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين افتتاح قمة QS للتعليم العالي في الشرق الأوسط والتي تستضيفها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على مدار يومين تحت عنوان ثقافة الابتكار الارتقاء بجودة التعليم من أجل شرق أوسط مزدهر، بمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء ومدراء الجامعات والأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي أن رأس الخيمة وبرؤية وتوجيهات صاحب السمو سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة للارتقاء بجودة التعليم العالي لإعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمعرفة تسهم بإيجابية في قيادة مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات ورأس الخيمة والمنطقة. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل النشرة، ابقوا معنا. مشاهدينا ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية وكريم آخر أخبار المال والأعمال. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، الزميلة نداء عربيات وآخر أخبار المال والأعمال. شكرا سارة وكريم، آخر المستجدات الاقتصادية عناوينها وتفاصيلها خلال الفقرة لنتابعها معا. إليك نداء. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة المالية عن إقرار غرامة إدارية بمبلغ 10,000 درهم عن التأخر في التسجيل الضريبي، يتم فرضها في حال التأخر في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من الأول من شهر مارس لسنة 2024. وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبو ظبي تشكل حوالي 98% من الشركات وتوظف أكثر من 46% من القوى العاملة، هذا على نطاق أبو ظبي، من الناتج المحلي، أي تسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبو ظبي. وأضاف في كلمة ألقاها اليوم بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبو ظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي، كما تلعب دورا حاسما في الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وتشكل حوالي 90% من جميع الشركات، وتسهم بنحو 50% من التوظيف، هذا بصورة عالمية، أي عالميا وليس فقط على نطاق العاصمة أبو ظبي.
أي تمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكشفت التقارير السنوية المنتظرة عن السوق العقاري في دبي وأبوظبي والتي أصدرتها دوبيزل عن ارتفاع الطلب على العقارات ونمو العوائد على الإيجار في الإماراتين، ما يؤكد الإمكانات القوية أمام المستثمرين. وأظهرت البيانات الأولية التي جمعتها المنصة العقارية من زيارات الموقع الإلكتروني وسلوك المستخدم خلال عام 2023 توجهات إيجابية في مختلف الفئات العقارية، مدفوعة بتوقعات اقتصادية واعدة للدولة ومكانتها المميزة بوصفها وجهة للعيش والعمل. وقال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعكس مستويات الإقبال العالية على الإنترنت مصحوبة بالأرقام القوية التي شاركتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنظومة داري في أبوظبي حول المعاملات خلال عام 2023 النظرة الإيجابية السائدة في السوق، وتوحي المؤشرات المبكرة باستمرار النظرة الإيجابية على المستوى نفسه في عام 2024. ومزيد لدينا عن أسعار الذهب التي استقرت اليوم الأربعاء في ظل تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لتبعات لصعود الدولار بقدر ما، فيما يترقب المتعاملون بيانات تضخم مهمة وتصريحات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 6:43 بالتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030 دولارا و12 سنتا للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.2% لتستقر عند 2039 دولارا و4 سنتات للأونصة. وجاءت أسعار العيارات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتاريخ اليوم كالتالي: جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 246 درهما، وجرام الذهب عيار 22 إلى 227.75 درهما، وعيار 21 إلى 220.5 درهم إماراتي. ومنها إلى أسعار النفط التي تراجعت في آسيا الأربعاء، اضطغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار الثلاثاء من أنباء احتمال تمديد أوبيك بلس لتخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 30 سنتا أي 0.36% لتستقر عند 83 دولارا و35 سنتا للبرميل بحلول الساعة 3:02 بتوقيت غرينتش. وأما العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فانخفضت 28 سنتا لتسجل 78 دولارا و59 سنتا للبرميل. وبهذا مشاهدينا نختتم فقرتنا لليوم، عودة إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. ومشاهدين، أطلقت مجموعة دبي للجودة جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي في القطاعات كافة خاصة الصحة والتكنولوجيا. بما أن الذكاء الاصطناعي صار جزءا لا يتجزأ من الواقع، أطلقت مجموعة دبي للجودة جائزتي الذكاء الاصطناعي والتميز الطبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف الارتقاء بخدمات المؤسسة ووظائفها، لأن شفنا أثرها كبير جدا في تعزيز الوظائف وفي تعزيز الابتكار وفي كذلك طرح خدمات ما كانت موجودة قبل وكان يصعب تنفيذها. اليوم باستخدامات الذكاء الاصطناعي الانشائي هذه راح تطور من الخدمات المتوفره حاليا مع قمتها وتطورها راح تضاعفها بشكل كبير جدا على مستوى الشرق الاوسط. وهذا هاي دائما رؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ان نحن دائما نحاول نفيد اللي حوالينا بكل الطرق اللي ممكنه.
بدوره نوه رئيس لجنة التحكيم الدكتور عادل سجواني بأهمية التقديم في الجائزة والدقة الفائقة في اختيار الفائزين بالمسابقة وباستقبال طلبات المشاركة اعتبارا من مارس المقبل على مدار 3 أشهر. التميز الطبي مبنية على معايير عالمية. هذا العام سنقوم بتحكيم المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة بناء على معايير عالمية، لكن تم تبديلها لتلائم القطاع الصحي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا المجال مفتوح لكل المستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب الجدول اللي تم الإعلان عنه اليوم في المؤتمر الصحفي. الجهة تقدر تقدم، وبعدين من يتم التقديم سيتم دراسة كل طلب على حدة، وعندنا ناس اللي هم يقيمون الجهات يعني بشكل منفصل، والجهات التي تتم شورت ليستد أو سيتم مثلا اختيارها سنقوم بزيارات ميدانية لها لدراسة كل جهة هل تنطبق عليها هذه المعايير اللي تم اختيارها مثل القيادة والإدارة والإبداع والمنتجات وغيرها. والجهة التي ستفوز إن شاء الله ستكون واحدة من 4 الجوائز اللي هي البلاتينيوم والذهبية والبرونزية والفضية. تهدف جائزتي الذكاء الاصطناعي والتميز الطبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسية خاصة في مجالي الصحة والتكنولوجيا، والتشجيع على تطبيق أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء العام والحفاظ على المرونة والاستدامة. تطورات تكنولوجية مستمرة من حول العالم، ولمعرفة مشاهدينا أحدث هذه التطورات ننتقل إلى زميلي كريم. شكرا سارة. سوية أعزائي المشاهدين إلى أخبار التكنولوجيا. أعلنت شركة جوجل عن مزايا جديدة لمنتجاتها، بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي والآخر يقدم تجارب جديدة للمستخدمين عبر الهواتف الذكية مع أندرويد وساعات وير أو إس الذكية. وذلك خلال مؤتمر برشلونة للموبايل، أعلنت الشركة أنها عززت من قدرات منصتها الذكية جيميني على هواتف أندرويد، وأضافت الشركة إمكانية استخدامها مباشرة داخل تطبيقها للرسائل لتقديم مزايا كإنشاء الرسائل وتلخيصها وتحسين الصياغة. وأضافت جوجل أيضا إلى أندرويد أوتو إمكانية إجراء مهمات سريعة بضغطة زر واحدة كإجراء مكالمات أو الرد على رسالة أو مشاركة الوقت المتوقع للوصول إلى وجهة معينة، ما يجعل الذكاء الاصطناعي هنا حيويا لسلامة قائد السيارة خلال القيادة وتقليل تشتيت انتباهه. كشفت شركة أوبو النقاب عن نظارة إير جلاس 3 الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها ما زالت في طور المرحلة التجريبية لاختبار مزاياها. ووضعت الشركة داخل نموذجها التجريبي تقنيات ثورية بحاجة إلى اختبارات موسعة للتأكد من فعاليتها وإمكانية تقديمها لعموم المستخدمين. وسيكون بإمكان المستخدم التحدث إلى مساعد صوتي ذكي من أوبو يعتمد على نموذج الشركة اللغوي أندس جي بي تي، وتأتي النظارة ب4 ميكروفونات عالية الدقة لضمان التقاط صوت المستخدم بشكل واضح عند طرح التساؤلات أو طلب الحصول على معلومات من المساعد الصوتي الذكي. كشفت شركة لينوفو عن أول حاسوب في العالم بشاشة شفافة يقدم حلولاً لعرض المعلومات بشكل واضح في مواقف تحتاج إلى تواصل بصري بين المستخدم ومن يجلس في الجهة المقابلة له. الحاسوب الجديد بحسب الشركة هو نموذج تجريبي يحمل اسم بروجكت كريستال، ويقدم شاشة بتقنية ميكروليد المتطورة إلى جانب تزويدها بإمكانية المزج بين المحتوى الرقمي على الشاشة والعالم المحيط بالمستخدم. وزودت الشركة جهازها التجريبي بقدرات ذكاء صناعي بحيث تعرض أمام المستخدم معلومات وإشارات توضيحية رقمية حول العناصر المادية المتواجدة أمامه في الواقع. وتخطط الشركة الصينية لإضافة طبقة جديدة للتحكم في درجة تباين الضوء بحيث يمكن للمستخدم اختيار مستوى شفافية الشاشة ليصل بها إلى درجة الإعتام الكامل، مما يجعل شفافيتها منعدمة فيما يمكن استخدامها كشاشة تقليدية. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة.
شكرا لك كريم. والنشرة مستمرة مشاهدينا. قلق متزايد بشأن السكان في غزة على رغم مساعي التوصل إلى هدنة. تثير الظروف التي يختبرها أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة قلقا دوليا متزايدا على رغم الأمل بالتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة تعمل عليها الدوحة والقاهرة وواشنطن، إذ حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها تقريبا تهدد 2,200,000 شخص يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر في ظل الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 أشهر، في وقت تواصل قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل ومسلحي حماس سعيا لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 من أذار تتيح الإفراج عن المحتجزين داخل القطاع وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. وبموجب اقتراح الهدنة الجديدة سيطلق مسلحو حركة حماس سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عاما إلى جانب المرضى والمسنين. في المقابل سيتم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بنسبة 10 مقابل 1 وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادرها، فيما تطالب الجهة الفلسطينية زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة NBC إلى أن شهر رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن. بدوره أعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء عن أمله بالتوصل إلى هدنة، لافتا إلى أن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا. وفي إطار الحراك الدبلوماسي بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء زيارة إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بسرعة كبيرة. ميدانيا قتل 91 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي طال مختلف أنحاء القطاع ليلة الثلاثاء الأربعاء، ليرتفع عداد القتلى الفلسطينيين إلى 29,878 شخصا غالبيتهم العظمى مدنيون. في إطار جولة دولية بحثا عن دعم لبلادها، الرئيس الأوكراني يزور البلقان للمرة الأولى منذ الحرب الروسية لبلاده قبل 2 عامين. يشارك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأربعاء في مؤتمر حول الأمن في ألبانيا يستمر حتى الخميس في أول زيارة له إلى منطقة البلقان منذ الحرب الروسية على بلاده قبل 2 عامين، وتأتي في خضم جولة دولية يقوم بها. وأعلن وزير الخارجية الألباني إغلي حسني وصول الرئيس الأوكراني مساء الثلاثاء إلى تيرانا، مؤكدا تضمن بلاده مع أوكرانيا في معركتها البطولية ضد روسيا في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ العام 2009، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، إلا أن قادتها ظلوا متمكنين بشأن موضوع تزويد كييف بالأسلحة. وتأتي جولة زيلينسكي في البلقان في وقت يستقبل فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين في البيت الأبيض في إطار سعيه لإمرار مساعدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا يعرقلها الجمهوريون في مجلس النواب. وقبل وصوله إلى تيرانا زار زيلينسكي السعودية لمناقشة وساطة المملكة في عملية تبادل أسرى وصيغة السلام التي اقترحتها كييف لإنهاء الغزو الروسي، حيث التقى زيلينسكي الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد بدوره حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار جدلا في مختلف أنحاء القارة الأوروبية بعدما طرح احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا في ختام اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في باريس 2. وسارعت برلين ولندن وحلفاء أوروبيون آخرون لكييف لرفض اقتراحه، كما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قاطع فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا. مشاهدينا، آخر أخبار الرياضية مع الزميل كريم الشيبان. شكرا سارة. سوية أعزائي المشاهدين إلى أخبار الرياضة. أخت
اختتمت فعاليات مهرجان اكتشاف المواهب في رياضة القوس والسهم بنسخته الأولى، والذي نظمه اتحاد الإمارات للقوس والسهم بإمارة رأس الخيمة بمشاركة 25 لاعبا ولاعبة، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ضمن مشروع المواهب التحولية بحضور عدد من مسؤولي الهيئة. واحتضن نادي الجزيرة الحمراء ونادي الإمارات برأس الخيمة فعاليات المهرجان بهدف اكتشاف مجموعة من مواهب رياضة القوس والسهم وتنميتها ورعايتها في الفئات العمرية تحت 14 عاما. وأشاد سعادة الشيخ سهيل بن بطي المكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بالمشروع مثنيا على ما لمسه من جهود مبذولة من اتحاد الإمارات للقوس والسهم للتعريف باللعبة وزيادة انتشارها في المجتمع، إلى جانب حرص الاتحاد على اكتشاف وصقل وتطوير المواهب الرياضية في الدولة لتحقيق الطموحات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. انطلقت منافسات المرحلة الأولى، مرحلة ديوان ممثلي الحاكم في منطقة الظفرة لرالي أبو ظبي الصحراوي الذي يقام بنسخته 33، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبو ظبي الرياضية ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والتي فاز بمرحلتها الأولى القطري ناصر العطية مع مساعده الجديد إدوار بولانجي بفارق 3:08 على دي ميفيوس وخوان كروز ياكوبيني الذي حل ثالثا بفارق 5:16. أفادت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قدم عرضا قياسيا لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه، وذكرت التقارير أن نادي الشياطين الحمر كان قد عرض مبلغا قدره 500 مليون يورو عقدا لمدة 5 سنوات مع منحة توقيع تناهز 200 مليون يورو. وكانت تقارير أخرى قد كشفت أن نجم منتخب الديوك قد توصل لاتفاق مع نادي ريال مدريد ينضم بموجبه للفريق الملكي في الصيف المقبل. وأشارت وسائل إعلام فرنسية الشهر الجاري أن مبابي قد أبلغ إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسية نيته الرحيل هذا الصيف دون أن يحدد وجهته المستقبلية. وتقمص مبابي البالغ من العمر 25 عاما الذي يعد من خيرة مهاجمي العالم راهنا ألوان فريق العاصمة الفرنسية في 292 مناسبة سجل خلالها 244 هدفا بجميع المسابقات. ختام أخبار الرياضة، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم. ومشاهدينا في نهاية نشرتنا لهذا اليوم صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. أدت الفيضانات التي غمرت الشوارع في مقاطعة باندو الواقعة في غابات الأمازون المطيرة في بوليفيا إلى مقتل 40 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت السلطات البوليفية. وأثرت الفيضانات على ما يقرب من 10,000 أسرة، وقد تفاقم موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في كانون الأول ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر حتى آذار مارس بسبب ظاهرة النينيو مما تسبب في فيضان الأنهار. يحتضن متحف التجسس الدولي في واشنطن نحو 17 مركبة تعود إلى أفلام العميل السري جيمس بوند، وتتنوع المركبات بين السيارات والدراجات النارية والقوارب وآلات الطيران. ومعظم هذه الآلات تم تصميمها وهندستها خصيصا لأفلام بوند فقط، ولا يمكن للزائر أن يراها في أي مكان آخر. وستعرض هذه المجموعة في متحف واشنطن كجزء من معرض بوند إن موشن الذي سيفتتح في الأول من مارس آذار. وتم إنتاج 23 فيلما للعميل السري 007، كان أولها دكتور نو في عام 1962، فيما كان آخرها سكاي فول في عام 2012. قبل طرحها في الأسواق، تم عرض الأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث في متحف بنك إنجلترا في لندن كجزء من معرض مخصص لمستقبل المال، حيث ألقى الزوار نظراتهم الأولى عليها. وكان بنك إنجلترا قد أعلن الأسبوع الماضي أن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز ستطرح للتداول في بريطانيا اعتبارا من 5 حزيران يونيو. وتظهر صورة الملك على الأوراق النقدية من فئات 5 و10 جنيهات و20 و50
50 جنيها استرلينيا المصنعة من البوليمر، وسيتم العمل بها إلى جانب الأوراق النقدية الموجودة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بنك إنجلترا ورقة نقدية عليها ملك جديد، لأن الملكة إليزابيث الثانية كانت موجودة على الأوراق النقدية البريطانية منذ الستينيات. ختام نشرة الأخبار من الإمارات. نشكر لكم حسن المتابعة بأمان الله.